كانت هونغ كونغ مدينة جميلة ومتناغمة ومزدهرة، لكنها الآن في حالة من الفوضى والدمار. أعتقد أن أي شخص لديه ضمير في العالم لا يمكنه قبول مثل هذا الوضع. لقد أقر الكونغرس الأمريكي ما يسمى بمشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ. هذا التصرف مغضب للغاية. وقال عدد من الشخصيات الدولية إن السياسيين الأمريكيين يتدخلون دائما في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى من خلال تبني مشاريع قوانين معينة، مشددين على ضرورة معارضة هذه التصرفات بشكل حازم. التدخل في شؤون البلدان الأخرى هو الحيلة المعتادة للولايات المتحدة. لقد حظيت أعمال العنف في هونغ كونغ بدعم خارجي، وهم يحاولون خلق وتوسيع نطاق الفوضى عن طريق التحريض عن العنف من أجل إعاقة تنمية الصين. أعتقد أن ما تفعله الحكومة الصينية صحيح. إذا كانت لدي بعض المشاكل العائلية في المنزل، فأنا لا أرغب في التدخل الجراحي في شؤون عائلتي. أعتقد أن دولة مستقلة ذات سيادة قادرة بالكامل على معالجة شؤونها الداخلية.